مايا رحال من ومدا ميديا، معنا ديانا ريان مؤسسة شركة عتيق. نحن بميكس المنت الرياض. هاي ديانا، أهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ خبرينا شوي عن الشركة اللي أطلقتيها أول السنة، ما هيك؟ يس، هي اسمها تروشي. تروشي هي كلمة جملة مركبة من كلمتين، تراش مخلفات، وكروشي اللي هو شغل الصنارة تبع السيدات. فجمعنا الكلمتين مع بعض وعملنا البراند اللي اسمه تروشي. اللي عم نسويه يعني ببساطة إنه إحنا بنجمع المخلفات تبعت أكياس النايلون، بعدين بنرسلهم للسيدات المحتاجين، وبيعملوا كروشي بأكياس النايلون، وبنطلع منتجات إبداعية بنبيعها بسوق العمل لندعم بها حياتهم. وشو أهم التحديات اللي عم تعانوا منها لحد هلأ؟ في عنا أكتر شيء شغلتين. الشغلة الأولى السيدات نفسهم، يعني في كتير لهلأ مشكلة كتير كبيرة إنه مش كتير عندهم تقبل إنه يشتغلوا بأكياس البلاستيك، لأنه خاصة معودين يشتغلوا بالخيط كتير أسهل. والحاجة الثانية لأنه هي it's a trash، يعني فشوي هيك عندهم تخوف من هالموضوع، رغم إنه أثبتنا لهم يعني ودينا إحنا بعض العينات من أكياس البلاستيك عند المختبر وتأكدنا إنه هي ما فيها أي هايجين أبدا. الشغلة الثانية كمان المستخدم نفسه اللي بيشتري المنتج، يعني دائما بيكون عندهم تخوف لانه شيء جديد، يعني كيف انه انا اقعد على شيء معمول من زباله، عفوا على هالكلمه. كيف عم تقدروا تقنعوا النسوان انه يكفوا شغل؟ لما بعد الافتتاح، لما شافوا ردة فعل المجتمع والناس قد ايه حبوا المنتجات، اتحمسوا كثير واعطاهم هذا حافز، صاروا هن يحكوا معنا اجت في بالنا هالفكره، اجت في بالنا هذا التصميم، ما في اوردرات، ما في طلبات، ما في الى اخره يعني. وشو البروفايل الرئيسي تبع النسوان اللي بتحاولوا انه تخليهم يساهموا بهذا الشغل؟ هني اغلبهم نتعامل معاهم في شيء عندنا بالسعوديه اسمه الاربطه اللي هي بسموها عماير الوقف. بيكون مثلا شيء حدا باني هالعماره وتاركها لحتى يدعم فيها السيدات اللي هم مثلا ارامل، مطلقات، ما لهم اي حدا، فبيعيشوا بهدول الاربطه وعايشين اكثر شيء على الصدقات. يعني ما في حدا، هني ما بيشتغلوا او مثلا طالعه من المدرسه ما عندها شهاده او الى اخره. فاحنا بنحاول انه احنا نغير السيستم اللي هن عايشين فيه، انه بدل ما انت عايشه وقاعده عم تستني الصدقه بتجيكي اخر الشهر، انه لا، انت اشتغلي وانت طالعه بنفسك وانت فيكي تنتجي وفيكي تكوني انت معتمده على نفسك وما تستني اي حدا. حلو، شكرا. شكرا لكم.